أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض. والله سميع عليم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض. والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى.
وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا انتخبنا وعملنا بصوت قلنا صوت يجيب مين يجيب الشيخ مصطفى اسماعيل اللي هو زعيم المخرجين وملك المخرجين الله يزيدك من نعيم الله الله يطول عمرك وبارك لنا فيك كلما دخل عليها قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله الله يكرمك الله الله يعطيك الله الله
إنك سميع الدعاء. اللهم صل على النبي. أيوة يا سيدي. فنادت والملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من سيدنا جبريل نزل عليك وقته. سيدنا جبريل عليه السلام ورد عليك. سيدنا عيسى. الله يفعل ما يشاء. الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال رب أنى يكون لي غلام.
الله يكرمك. مفيش كده ابدا. انتوا بس بتروحوا الشغلانه. الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الله يتجلى عليك. ذلك من انباء وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. الله الله الله. وما كنت لديهم إذ يختصمون. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال الله
اللهم صل على جمال النبي والنبي الايه دي والوقت هذا يا فندم. معلش ربنا يكرمك. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. إن في ذلك لا ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. الله يا بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. الله يكرمك يا حاج. الله يفتح عليك يا رب. الله يفتح عليك. إن الله وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. Oh!
عبقري يا شيخ. ومكروا الله. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. الله يكرمك لك النبي ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. انت كل مادة والحلاوة بسين والله يا عم سيد والله. اذ قال الله يا عيسى وفعك إلي ومطهرك.
ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوا ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. وما لهم من ناصرين. وأما الذين والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم.
خلقه من تراب. ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب الله لا نعبد إلا الله
عندي بعيد تاني يا القرآن نفسي اسمع انا في الجنة دلوقتي. طيب كريمة ما يشحصل ولا يتخذ بعضنا بعضا يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم الله أكبر يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم الله أكبر الله يتجلى عليك لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون الله أكبر الله أكبر ما شاء الله أفلا تعقلون الله يا فتى الكريم
فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان صدق الله العظيم.